انا مسمي حسن ولدي نوردي جا من الخدمه كيستنى صاحبه قال صاف الجرده جالس الجرده وجاو عنده شدوه داوه جا جالس الجرده جا من الخدمه شدوه داوه احنا ما كنزيدوا باطل على حد شدوه من الجرده اللي صوروا في الكاميرا مشاو عنده بالدور مع الفجر ومع 6 الصباح ومع 12 الليل كلشي جمعوهم هادو جمعوهم من الدور ولدي شدوه من الجرده واش اعتقلوه ما خبروكش فوقاش شدوه من الجرده داروا له التقرير حتى هو داخل ضرب الحجر هو ما ضرب الحجر ما والو قالوا له واش غتسيني غتسيني على الحجر على الحجر ولا نهزوك ما عرفان بغاو يهزوه دار بيضاء ولا التين دوفت الله ما نعرف قالوا له واش 25 بيهم 24 سينيو على الحاجه ما داروهاش بقى واحد ما بغاش يسيني هزوه ما عارفين الدواء الله اعلم بقاو ديك 24 عملوا لهم الملف ديالهم هادو ضربوا بالحجار داروا الفوضى هما شدوهم غا من الزنقه غا من الشارع فهمتي وانا مشيت للكوميساريه قالوا لي الضابطات الضابطات الامن قالوا لي ولدك اللي دار شي حاجه يتعاقب عليها اللي ما دارش غيخرج فهمتي قلت له الله واخا واد الثاني قالوا له واش انت غتسيني على هاد الشيء ولا نهزوك ولا نهزوك فهمتي دابا زور دابا قالوا له واش تسيني على هاد الشيء ولا نهزوك للدار البيضاء 24 بيهم سينياو واحد ما سينيش يهزوه ما عارفين داوه فهمتي وانا مشيت للكوميساريا مشيت للكوميساريا سولت الضابط قال لي ولدك ما غطير منه شعره ما دار شي غنطلقوا له حنا ما غنظلموا حد انا ديك الضابط غنعقل عليه وغنمشي عنده نهار الاثنين ان شاء الله فهمتي انا مشيت عنده نهار الجمعه وعيط لخاه قال له انا شدوني من الجرده كانوا باقي ما حيدولوش التليفون عيط له خاه صدفه من تطوان قال له فين قال له انا في كوميساريا راه شدوني من الجرده من الجرده صافي هزوا له التليفون من ديك الساعه ما شفنا كلام فهمتي ديك الساعه مشيت عندهم قلت لهم انا ديال ولدي راه شديتوه من الجرده قال لي راه كلشي هذا الشيء كيقولوا هذه الهضره هذه قال لي وما تخافش ها ولدك ما تطير منه شعره حنا ما غنظلموا حد حنا ما كنظلموش الناس حنا كنعرفوا الامن كيحضر المواطن ماشي كيظلم المواطنين كاينين دابا الامن هنا في الحسيمه اللي عندنا في الحسيمه الامن عندنا هنا 90% ما عندهمش الضمير 10% عندهم الضمير غير 10 90 ما عندهمش الضمير هما اللي كيديروا هذه الفوضى هما كيشعلوا العافيه انا دابا كنطلب واحد الحاجه كنطلب من صاحب الجلاله يتدخل صاحب الجلاله الله يجازيه بخير خصو يتدخل اقرب وقت اقرب وقت الله يجازيه بخير كنطلب منه يتدخل صاحب الجلاله كنطلب منه يتدخل الله يجازيه بخير لا ما تدخلش راه العافيه كتشعل خصو يتدخل باش يطفي هاد العافيه الحل واحد هو يدخل صاحب الجلاله هاد الامن اللي عنده في الحسيمه 90% ما عندهمش الضمير 10% اللي كاين الضمير 90% ما عندهمش الضمير كنطلب من صاحب الجلاله الله يجازيه بخير يتدخل اقرب وقت اقرب وقت قبل ما يبقى شي حاجه راه كيشعلوا العافيه راه هنا 90% ديال الامن المسؤولين ديال الامن 90% ما عندهمش الضمير راه كيشعلوا العافيه الله يجازيك بخير راه صاحب الجلاله تدخل تدخل الله يحفظك دخل راه كاينين الناس الامن هنا 90% ما عندهمش ضمير 10 اللي كاينين فيهم اللي عندهم ضمير 10 90 ما عندهمش ضمير هما دابا كيشعلوا العافيه هما اللي كيشعلوا العافيه هما الظلم من عندهم 90% الله يجازيك بخير راه صاحب الجلاله دخل الله يكثر خير الله يجازيك بخير الله يحفظك كنطلب من صاحب الجلاله يدخل لا ما تدخلش غتشعل العافيه هذا العام كيشعل العافيه راه كاينه 10% من الحسيمه اللي عنده الضمير 90% ما عندوش الضمير راه كيشعلوا العافيه كيشعلوا كنطلب دابا من صاحب الجلاله الله يجازيه بخير يتدخل الله يحفظه يتدخل اقرب وقت انا مزوج فيك ومزوج في الله ومزوج فيك يا صاحب الجلاله تدخل الله يجازيك بخير